الحال برضو من الحاجات الغريبة مع ليفربول فكرة هنا المفاجأة في خروج برشلونة يعني ويوفنتوس، هو في ايه يعني برضو صح يعني يعني المفاجأة كانت الأكبر كمان، الفريق الثالث كان أتلتيكو مدريد، وده اللي كان بسيناريو درامي ايه بقى الموضوع غير ده؟ طبيعي. يعني يوفي مش 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 في أحسن أحواله، ومش السيزون ده بس، من السيزون اللي فات الامور مع أليجري مش يعني مش مظبوطه. هو مش قادر يوازن الفريق، مش قادر طريقه لعبه مع اللاعبين يخرجوا احسن ما في الفريق. حتى على المستوى المحلي يوفنتوس بعيد تماما عن المنافسه، سواء على الصداره او مع يعني نابولي هو المتصدر وفرق كبير. نابولي متصدر المجموعه الاولى يعني، لا ومتصدر محليا قصدي، كمان متصدر محليا في هو متألق. نرجع نتكلم في النقطه دي برضه، اتفضل. فيوفنتوس بعيد خالص، سواء المنافسه المحليه المنافسه الاوروبيه. المفاجاه كمان ان يوفي كمان ممكن ما يقدرش ان هو يحسم التاهل للدوري الاوروبي، لان هو عنده 3 نقط، مكابي حيفا عنده 3 نقط، يوفي هيلاعب باريس سان جيرمان، ومكابي حيفا هيلاعب بنفيكا. فلسه فيوفي لازم يكسب باريس. البطولات الكبيره كده عماله تفقد جزء كبير من متعتها وسحرها نتيجه عدم مشاركه الاسماء المعتاد مشاركتها. صحيح، يعني ما هي ده برضو بيضيف يعني او بيطفي منافسه يا كريم. بالظبط كده. وبعدين هنبص على الدوري الاوروبي بقى، هنلاقي فرق الدوري الاوروبي اللي هتنافس في الدوري الاوروبي فرق كبيره جدا. مانشستر يونايتد، يوفنتوس لو راح، اتلتيكو مدريد، يعني طبعا في منافسه هناك هتبقى شرسه جدا جدا، مع اشبيليه طبعا، مع برشلونه.